بقالنا كام يوم كده بنسمع أخبار بتتداولها الصحف والوكالات العالمية عن علماء روس أثاروا الجدل وابتكروا بروتين بديل للسكر. العلماء اللي وصلوا لهذا الابتكار أكدوا أنه قريب جدا هيتم طرح هذا المنتج في الأسواق وهيكون بديل آمن وصحي للسكر. يا بصنت، يعني حاجة غريبة شوية أن البروتين يبقى بديل للسكر. إحنا عارفين أن بدائل السكر مختلفة شوية، ممكن تبقى بنجر، ممكن تبقى قصب، اي حاجه، بس يعني بديل السكر نفسه. خلينا نعرف بالظبط هنعمل ايه. في تجارب معمليه وتجربه فعلا اثبتت كفاءتها بشكل كبير، وهي ان احنا نبدل البروتين بالسكر. طب خلينا نفهم بقى الموضوع بالظبط عامل ازاي، ونحاول كده نفسره. البروتين ده عباره عن ايه، وايه مواصفاته، مذاقه هيكون عامل ازاي، هل هيكون زي السكر ولا لا؟ معانا دلوقتي عبر الهاتف دكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه بمعهد بحوث التكنولوجيا او تكنولوجيا الاغذيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيكي. صباح النور على حضراتكم، اهلا بحضراتكم وكل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. اهلا بيك يا فندم. يعني ايه موضوع البروتين اللي هيحل محل السكر ده يا دكتور؟ يعني ازاي؟ هو الخبر كان نازل على ماده بروتينيه اسمها الترازين. اوكي، الترازين ده احنا عايزين نعرف حاجه، ان هو دي ماده بتستخلص من فاكهه موجوده في افريقيا، زي بلاد موجوده في طبعا منها اللي هي الكاميرون وجمهوريه الجابون. واسمها فاكهه كيوبي، ما فاكهه اسمها كيوبي. تمام، طيب ايه القصه بتاعته؟ اولا هو موجود، حاجه مش جديد، ده موجود من التسعينات، او تم اكتشافه من سنه تقريبا حوالي 94 او الخمس سنين الاولانيين من التسعينات. طيب ده كان موجود وكان جميل جدا، وبيتكلم ان هو طبعا سريع الذوبان في الميه، وطعمه حلو زي السكر العادي، سعراته منخفضه، كويس طبعا لمرضى السكري، امن، حلاوته بتوصل لحوالي 800 مره قد السكر العادي. وكمان كان له خاصيه حلوه قوي، ان هم ما كانوا بيضيفوه على الحاجات المحليات اللي ليها طعم مش مستساغ قوي، زي ايه؟ بمفهوم بسيط كده، الاستيفيا مثلا. احنا عندنا من ضمن مشاكل الاستيفيا او نبات الاستيفيا ان هو بيدي مراره في لما بيجي بنحل بيه، فكانوا بيخلطوهم الاثنين مع بعض بحيث انهم يتغلبوا على المشاكل بتاعه الاستيفيا. دلوقتي طبعا هو ظهر او اتقال عليه ان هو هيتعامل الفتره دي، هو يعتبر مش اختراع لان موجود في الابحاث زي ما قلنا من اول التسعينات كان موجود وعندنا احنا كافريقيا. طيب انما ايه ليه تتكلموا دلوقتي عليه؟ علشان عندنا في مارس، من حوالي شهرين، 2 مارس 24 اخذ من موافقه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هو دوت يعتمد كسكر يكون موجود في الأسواق ويكون منتشر في أمريكا في الفترة القادمة. وحصل برضو كان في تقرير إبريل اللي فات، اللي هو الشهر اللي فات، بيتكلم برضو إن هو ده هيكون له مستقبل واعد، وإن الناس هتبتدي إنها تستخدمه، هيكون متداول في أمريكا. علشان كده جه بقى ابتدى اللي هم العلماء البرازيليين يبتدوا إن هم يتكلموا عليه، وإن هو هم روس ولا برازيليين يا دكتور؟ نعم، الروس، سوري، العلماء الروس اللي هم ابتدوا يتكلموا عليه ان هو ده يعتبر امن. وابتدى، لان كان في ابحاث قبل كده طبعا كانت البرازيل كانت اشتغلت عليه من فتره طويله. ما احنا كل شويه بيطلع ابحاث بقى يا دكتور، يعني كنت عايزه اتكلم حضرتك الموضوع ده، كل شويه يقولوا لنا اللبن امن، لا مش امن، خلي الدسم، لا لاكتوز فري، لا مفيش لبن خالص، السكر من البنجر، لا من القصب، لا مفيش سكر خالص، لا مش. يعني هل الابحاث اللي بتحصل دي كل شويه بيكون، وكل شويه بنطلع بنتائج مختلفه، يعني احنا كمستهلكين بقى يعني نعمل ايه؟ كمستهلكين انا عايزه اشير لحاجه كويسه جدا. السكر اي حاجه ربنا خلقها دي تعتبر كحاجه مفيده لجسمنا، بس بنستخدمها باعتدال. يعني السكر الابيض، انا ضد الناس اللي بيقولوا هنمنع السكر الابيض، لا، بناخدها بالنسب المسموح. حتى الناس اللي بتعمل دايت ليه؟ لان هو بيحافظ عندي على مستوى الحرق بتاع الجسم بتاعي، تاني ثابت لما انا بدخل فيه سكريات كل يوم في الاكل بتاعي. لما انا باجي بقطع السكر، لسه تيجي تقطع السكر وتقطع الكارب، يجي ده انا وزني ثابت ما بينزلش، ودي المشاكل على فكره بتحصل في الدايت. فانا عايزه اشير لنقطه ان احنا ما نقعش في الغلط اللي حصل لما جم ادوا اللي هي المحليات الصناعيه، قالوا دي امنه، وابتدت انها تخش في المشروبات اللي في الاسواق والمشروبات الغازيه، وطلعت موضه الناس تاخدها في الدايت، وبعدين اكتشفنا انها الاستهلاك بتاعها ونسبه استخدامها بالافراط كانت مسرطنه. فبالتالي اي حاجه تنزل مش عايزين افراط فيها، بمعنى
انا كمستهلك عادي احافظ ان انا اخد لي معلقتين ثلاثه في اليوم سكر، اللي هي المعالق الصغيره دي بتاعتي. طب والله ده السكر المضاف، لاني اخلي بالي من حاجه، ان كل حاجه باكلها اكلي كله اللي باخده طول اليوم ده موجود فيه السكر، بيكون خفي مش ظاهر، انما في المضاف اللي انا بضيفه زياده على الاكل بتاعي، فبخليهم نقول معلقتين او ثلاثه. طب انا بعد كده عايزه احلي حاجه زياده، اخد معلقتين بقى بدايل من السكريات الثانيه، زي عندنا زي الاستيفيا او سواء ده اللي نزل، لحد ما اتعود على مذاق السكر القليل، وان انا اتعود في اليوم كله على معلقتين سكر طيب صغيرين. طيب واحنا بنتكلم بقى دكتور في النقطه دي، مساله ان انا اتعود على مذاق السكر، هل ماده البرازين دي بتؤثر في مذاق الحاجه اللي هنحلي بيها مثلا الشاي؟ اي حاجه بتاثر في طعم الشاي، هل لو استخدمناه هيغير طعم الشاي؟ لا، لان زي ما قلت لحضرتك في اول المداخله ان هما كانوا بيستخدموه كخلط مع الاستيفيا علشان يتغلب على المراره بتاعت الاستيفيا، فهو من ضمن خواصه ان هو له القدره على ازاله المذاقات الغير مستحبه في المحليات الاخرى، او ممكن مثلا لو في مراره او حاجه فما بيغطي، لكن طعم السكر بتاعه زي السكر العادي، زي ما احنا بناخد ايه المحليات الثانيه الصناعيه اللي ما بيكونلهاش ليها مراره او ليها اي مشاكل في الطعم بتاعها. بس طبعا بقول للناس ان احنا مش معنى كده يكون حاجات فري فيها، لا، احنا هنتعود ان احنا ناخد معلقتين سكر عاديين في اليوم، وممكن ناخد معلقه او اثنين سواء ستيفيا او من نبات الستيفيا او اي محلى اخر، لحد ما نبتدي ان احنا ممكن نوصله كمان لمعلقه واحده، لان احنا ما نعرفش الحاجات عشان تبان اضرارها بتبقى بعد فترات طويله من الاستهلاك الادمي، وبخاف من افراط الناس في استخدامها، ان هي تقول ده دي امنه فتاخد كميات كبيره، ممكن انها في المستقبل او الجرعات الكبيره يكون ليها طبعا تاثيرات ضاره، لان احنا ما نقدرش نجزم ان انا جبت. حضرتك كمان بتقولي ان تحليته بتصل ل يعني 800 مره اكتر. 800 مره اكتر من الحاجات ده مش خطر؟ يعني انا فاهمه انه جاي من فاكهه وكل حاجه، بس ده مش خطر؟ لا مش خطر، لانك انت حضرتك مثلا بتاخدي كميه صغيره جدا مثلا منها، لما تبقى هي 800 مره الحلاوه بدل ما انا كنت باخد معلقه مثلا هاخد ربع معلقه صغيره، باخد خمس معالق سكر، في ناس اللي بتحب السكر العالي هتاخد معلقه صغيره، الكميه بقى نفسها يعني مثلا الناس دي حاجه ما فيهاش سعرات وحلوه، ده دي امنه، انا كدايت او كمريض سكر انا هعيش على السكر ده، انا هعمل حلويات ومشروبات وده سكر فري ما فيهوش اي مشكله وهستخدمه. الكميات نفسها اللي بتخش في جسمي، هل بعد كده هيكون لها تاثير مصار من الكميات الكبيره ولا لا؟ ده بيبان من الاستهلاك الكميات الكبيره وعلى المدى الطويل. الناس كلها لازم تخلي بالها من الافراط في اي حاجه، في السكر الطبيعي نفسه برغم ان هو طبعا يعتبر كويس، بس الافراط بتاعه احنا عارفين ده. كل المواد اللي طالعه دي ان انا ابتدي ان انا اخد او البدائل اللي بنستخدمها للسكريات، الافراط فيها هل ممكن يكون غلط على الكلى؟ هل ممكن ان هو على المدى البعيد بكميات كبيره ممكن يسبب كانسر؟ ده عمره ما هيبان في الابحاث بتاعه الفيران اللي بتبتدي ان هي نديها جرعات صغيره ونشوف تاثيره عليها ايه، او هو تاثيره مستان. تمام، يعني ترتيب حضرتك دلوقتي لاستخدامات الناس، السكر العادي بتاعنا، بعد كده البروتين، بعد كده لو هنستبدله يبقى بالبروتين الحلو برضو مع تقنين الكميات، ممكن معلقه او اثنين. واخر حاجه خالص سكر الدايت. السكر الدايت هو ده يعتبر سكر دايت، اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده يعتبر سكر دايت فاحنا بنقول سواء هو او ستيفيا او اي نوع معلقتين اثنين، السكر الطبيعي معلقتين، الثاني ما نزودش فيه عن معلقه او اثنين في اليوم، اي بديل للسكر ثاني غير السكر الطبيعي. طيب الناس اللي بتشرب العصائر بقى يا دكتور وبتاخد السكر بتاعها من اليوم يعني من العصائر، بيعملوا ايه العصائر المفيدة، ايه العصائر اللي يبعدوا عنها، استخداماتها ما تبقاش كتيرة يعني بالذات في الحر اللي احنا فيه ده، الناس تحب تشرب حاجات ساقعة، ايه اللي صحي دلوقتي وندوس فيه ناكل فيه نشرب كتير منه، او اللي هنبعد عنه شوية؟ اوكي، احنا طبعا بنقول دلوقتي حضرتك قلتي حاجه لطيفه جدا، السكر من الفاكهه، في طبعا سكر الفركتوز الموجود في الفاكهه، فاحنا دايما بنقول الناس اللي بتشرب عصير طبيعيه يا ريت كمان ما تحطوش فيها سكر. تمام. طيب احنا دلوقتي برضو عايزين نحذر من حاجه، ان الفركتوز سكر الفركتوز الافراط فيه او تناول الفاكهه الكتير غلط، عشان بيرفع كوليسترول الدم
وبيسبب دهون على الكبد، لان الفركتوز الجسم مش بيتخلص منه يعني مش بيقدر ان هو يتخلص منه زي السكر العادي السكروز ان هو يحول يعني يتكسر وجسمنا يستفيد منه من طاقه، لا بيروح على طول على الكبد، فالافراط فيه بيعمل مشاكل. طيب احنا ايه العصائر بقى والمشروبات اللي الناس تاخدها؟ سريعا جدا يا دكتور، ما تاكلش فاكهه. لا سريعا جدا يا دكتور، ايه العصائر المفيده للناس تشربها؟ العصائر المشروبات المفيده، انا بقول للناس ياخدوا مشروبات، يعني عصير الليمون من الحاجات الكويسه جدا، مطهر معوي كويس جدا في الصيف وفي الوقت اللي احنا فيه. عندنا في العصائر زي عصير الكركديه، وخاصه الكركديه المنقوعه البارد للناس اللي ضغطها بيعتبر عالي، واحنا بنقول دي ممكن ان هم يبتدوا يحطوا لها من بدايل المحليات بدايل السكر، زي بنقول ممكن سكر الاستيفيا لو متاح دلوقتي هيكون كويس. والمهم كمان يا دكتوره زي ما حضرتك ذكرت انه ما يكونش فيه افراط في استخدام السكر او حتى في العصير. شكرا جزيلا دكتوره مروه شعير، استاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه.